وبعد طول انتظار أن العرب قد اتفقوا أخيرا، العرب قد اجتمعوا أخيرا، ليس والله لقدس تئن منذ 60 عاما، ليس والله لجراح من يضربون بالكيماوي ليل نهار، اجتمع العرب أخيرا، ليس والله ليحلوا مشكلة الفقر في الصومال وفي جيبوتي، اجتمع العرب أخيرا، ليس والله ليحلوا مشكلة اليمن وقد فاق نصف سكانها خط الفقر، فاق نصف سكانها خط الفقر، أخيرا اجتمع العرب. وعلى ماذا اجتمعوا؟ لينظروا إلى غزة أو أن ينظروا إلى بناتنا التي يقتلن على الحواجز في ساحات القدس والأقصى؟ لكن العرب اجتمعوا أخيرا واتفقوا على بعضهم، اجتمعوا العرب واتفقوا على بعضهم، وآن لهم بعد طول انتظار أن يدفعوا الجزية لأمريكا. أي ذل وصلنا إليه؟ أبعد عز وإباء؟ أبعد عز وإباء؟ أبعد سعد وخالد؟ أبعد أبي عبيدة والزبير؟ ندفع الجزية 360 مليار دولار لو أنفقت على مصر لحلت مشكلة الفقر، 360 مليار دولار لو أنفقت على بورما وأراكان لحل مشاكلهم وهم يقتلون على هوية دينهم وعقيدتهم لحلت مشاكلنا، 360 مليار دولار تدفع كجزية لذلك الأشقر الأرعن الذي جاء ليفرقنا وذهب. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ويح العروبة، ويح العروبة كان الكون مسرحها، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه. إي والله، كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. أن اتجهت إلى الإسلام، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص الجناح. ماذا لو رأى صلاح الدين وهو لا يريد أن يبتسم؟ كيف بالله عليكم لو رأى حكامنا لا يضحكون بل يرقصون، يرقصون والأقصى أسير، يرقصون والتكلى تصيح، يرقصون والطفل يستغيث؟ كيف لو جاء صلاح الدين ورآهم؟ ما عاد للبوح في أيامنا إرب، ما عاد للبوح في أيامنا إرب، أو عاد في البوح ما قد يبعث الإرب. والله، والله لا قالت الأشعار قافيتي، والله لا قالت الأشعار قافيتي، والشام مسلوبة والعرب من سلب. والله لا قالت الأشعار قافيتي، واليمن مسلوبة والعرب من سلب. والله لا قالت الأشعار قافيتي، والقدس مسلوبة والعرب من سلب. والله لا قالت الأشعار قافيتي، وليبيا مسلوبة والعرب من قد سلب. أيها الكرام، 60 عاما، 60 عاما والقدس تشكو وسمعهم أصم. وعلى بلادي لو ترى، وعلى بلادي لو ترى يتكالبون أولي همم. أقول لعلمائنا الذين صمتوا كثيرا وإذا تكلموا تكلموا بباطل، أقول لهم كما قيل لجمال الدين الأفغاني، أقول لعلماء أمتنا الذين صمتوا وإذا تكلموا تكلموا بباطل، أقول لهم كما قيل لجمال الدين الأفغاني، قيل له إن المستعمرين ذئاب، إن المستعمرين ذئاب، فقال جمال الدين الأفغاني: والله إنهم ليسوا ذئاب، لو أنهم ما وجدوكم نعاج لما أصبحتم أمامهم ولما أصبحوا ذئاب.
لو أنهم لم يرونكم أمامهم نعاج والله لما أصبحوا أمامكم ذئاب. قولوا قولة حق، قولوا قولة حق. خيار المسلمين في السجون، خيار البشر في السجون، أما فصاقها يغنون ليل نهار، أما فصاقها يطبلون ويرقصون ليل نهار.